السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم غنشوف إن شاء الله تأطير جداء عددين. إذا نبدأ بالتعريف أو ب و x و y و z و t أعداد حقيقية موجبة، انتبهوا الموجبة ضروري، بحيث A محصور بين x و y و B محصورة بين z و t. إذا الجداء ديال A في B غيكون محصور بين x مضروبه في z، يعني كناخذ اصغر عدد مضروب في اصغر عدد. اذا قلنا a مضروب في b محصوره بين x مضروبه في z و y مضروبه في t، يعني اصغر من اكبر عدد زائد اكبر عدد او مضروبه في اكبر عدد. اذا غناخذ واحد المثالين باش تفهموا القاعده مزيان. المثال الواحد x و y عددا حقيقيين، بحيث x محصورة بين 3 و 7 و y محصورة بين 1 و 3. إذا انتبهوا بأن هنا واحد هذا موجب، عدد موجب، إذا كل شيء موجب. إذا x و y محصورة بين عددين موجبين. إذا غنأطروا x مضروبة في y، إذا لدينا y محصورة بين 1 و 3، x محصورة بين 3 و 7، إذا x مضروبة في y. إذا بكل بساطة كنضربوا 1 في 3، إذا 1 في 3 و 3 في 7 بدون ترتيب ما يتغير. إذا 1 في 3 3 أصغر من x في y أصغر من 21. نمروا الان دابا للحاله الثانيه وانتبهوا معنا مزيان. في الحاله الثانيه عندنا اكس و واي عددا حقيقيا، بحيث اكس محصوره بين ناقص 5 وناقص 2. اذا عندنا اكس عدد سالب محصور بين عددين سالبين، وبالتالي هو عدد سالب، واي محصور بين 3 و 6. اطر اكس في واي. اذا اول حاجه خصو يكون عندي اكس و واي محصوره بين عددان موجبان. اذا كيفاش غنولي نرجعهم؟ كيفاش غنتخلص من هاد الناقص اللي عندي هنا؟ اذا شنو كندير؟ لدينا اكس محصوره بين ناقص 2 وناقص 5. اذا كنضربوا هاد الطرفين المتفاوته في العدد ناقص 1. الا ضربنا في عدد سالب كما سبق لنا باش قلنا الترتيب غيتغير. اذا كنضرب ناقص 1 ما عنديش ناقص 5، وقلنا الترتيب كيتغير، هاد جوج هي اللي كتجي لهنا، وهاد ناقص 5 غادي نرجع للتالي. اذا ناقص 1 مضروبه في ناقص 2 اصغر من، يعني ناقص 1 في اكس اصغر من ناقص 1 في ناقص 5. اذا ناقص 1 في ناقص 2 2، ناقص 1 في اكس هي ناقص اكس، وناقص 1 في ناقص 5 هي 5. اذا رجعت عندي ناقص اكس محصوره بين 2 و 5. بون كاين اللي غيشوف ناقص هنا ناقص اكس يقول لك هذا عدد سالب، الا لان محصور بين 2 و 5، واي عدد محصور بين 2 و 5 راه عدد موجب. اذا عندنا ناقص اكس محصوره بين 2 و 5، وعندنا واي محصوره بين 3 و 6. دابا كيمكن لي نأطر بكل سهوله. اذا ناقص اكس مضروبه في واي، 2 في 3 5 في 6. إذا ناقص x في y هي ناقص x y. عندنا 2 في 3 6 و 5 في 6 30. ولكن هما في السؤال عطاوني قالوا لي أطر x y ماشي ناقص x y. إذا هذيك ناقص خصني نتخلص منها. إذا باش نتخلص منها غادي نضرب في ناقص 1 طرفي المتفاوته، وناقص 1 عدد سالب، يعني الترتيب غيتبدل، يعني هذه غتجي لهنا وهذه غترجع للتالي. اذا غتجي ناقص 1 في 30 اصغر من ناقص 1 في ناقص اكس واي اصغر من ناقص 1 مضروبه في 6. اذا ناقص 1 في 30 هي ناقص 30، وناقص 1 في ناقص y ناقص في الناقص كترجع موجب، اذا هي x y.
وناقص واحد في ستة راه هي ناقص ستة، وبذلك نكون قد أثرنا العدد x y.